الدكتور رضا شتا رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية. والله حضرتك احنا المؤتمر ده الهدف منه فعلا توطيد وتوثيق العلاقات بين مصر والمانيا. هو بنتكلم عن افاق التعاون المصري الالماني في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والعلميه والصناعيه، والهدف منه فعلا توثيق العلاقات بين البلدين في كل هذه المجالات اللي ذكرتها لحضرتك. هذه اشاعه يعني لا تستحق الحديث عنها. هو اللي حصل زي ما حضرتك عارف ان رئيس البرلمان الالماني قال ان هو مش هيقابل السيسي لما يجي زياره المانيا. تبين ان الرئيس السيسي اساسا لم يطلب منه، ولا السفاره المصريه طلبت ان هو يلتقي بالرئيس السيسي. فهذه اشاعه ليس لها اساس من الصحه ولا داعي ابدا لذكرها. الله اعلم ماذا وراء هذا الخبر. هل هي خلافات سياسية بين رئيس البرلمان الألماني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؟ لأن الخبر ده لما الواحد يشوفه يؤكد أن هذا الشخص ليس لديه أبعاد سياسية إطلاقا، يعني بعد سياسي غير موجود. أنك أنت لما تيجي تعرف أن المستشارة الألمانية تتبع نفس الحزب اللي هو بيتبعه رئيس البرلمان، ويصرح تصريحات مضادة لرئيس المستشارة، فده ما هيش كياسة ولا فيها بعد سياسي إطلاقا، ولا وفاء ولا للحزب بتاعه اللي هو بينتمي إليه. لا، ده بالتأكيد ده هيعود على مصر حاجات كتيرة جدا. يعني هي زيارة يعني زي ما الرئيس السيسي قام بزيارات كتيرة جدا لفرنسا وإنجلترا والصين وروسيا، هيعود عليها حاجات كتيرة جدا، لأن العلاقات المصرية الألمانية علاقات تاريخية، وإحنا بيننا وبينهم علاقات متميزة، وفيه شركات كتيرة جدا ألمانية شغالة في مصر. وبعدين زي ما حضرتك عارف السياحة الألمانية بتلعب دور كبير جدا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي لمصر. في شركات كتيرة جدا، طبعا مش عايز أذكر اسمها عشان ما يبقاش نوع من أنواع الإعلان عندكم، يعني هتقوم فعلا بأدوار كبيرة جدا، منها إحدى الكبرى الشركات الطاقة في العالم. هتقوم بإنشاء مصانع للطاقة هنا في مصر، محطات طاقة عملاقة، وده شيء فعلا من الأشياء الجميلة جدا. هناك شركات ألمانية هتقوم بأنواع مختلفة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الرياح وطاقة الشمس، وده يعني من حاجات مهمة جدا بالنسبة لمستقبل مصر فيما يتعلق بالطاقة. بالتأكيد هما يعني مجال الاستثمار في مصر بالنسبة للشركات الألمانية يعتبر من الألمانية وغير الألمانية، يعني يعتبر من، يعني أنا بعتبر أن مصر فعلا بلد جاذب للاستثمار بحكم موقعها وبحكم جوها وبحكم ثقافة شعبها. فأنا بعتقد أن دي فرصة كبيرة جدا بالنسبة للألمان وللشركات الألمانية أنهم ييجوا عشان ينشئوا شركات جديدة أو يكونوا شركات سابقة، يعني يجددوها ويعيدوا هيكلتها. زي ما حضرتك عارف وانا اتكلمت الوقت عن الموقع الجغرافي، قناه السويس هتلعب دور كبير جدا فيما يتعلق بهذه المشروعات. ومش قناه السويس بمعناها قناه السويس كمجرى ملاحي ومروري للسفن، وانما ضفتي قناه السويس. احنا هذا الموقع الجغرافي اهم كتير جدا من يقال على جبل علي، فده ممكن يكون فعلا فرصه جميله جدا للالمان والاوروبيين جميعا انهم يجوا يستثمروا في هذا البلد. رسالة من هذا المؤتمر، يعني حوالي حضرتك الوقت تقدر تاخدها على بتاع، احنا عملنا نفس الموضوع من حوالي 30 سنة، ده كان سنة 94 بالظبط، واخد 23 مارس 94، عملنا ندوة فعلا حول آفاق التعاون المصري الألماني. الهدف منها فعلا ان احنا نوري الجانب الألماني اللي هيجي النهارده برضه يغطي زي حضرتك كده فرص الاستثمار المتاحه في مصر وامكانيات التعاون مع مصر في مختلف المجالات. فانا بعتقد ان الندوه دي هيكون برضو لها تاثير كبير جدا على ان الناس تعرف العلاقات بين البلدين، وان فعلا سواء الالمان او المصريين يسعوا الى تطوير هذه العلاقات لما فيه صالح الشعبين المصري والالماني.